شوف سؤال على البري ستريس بريدج. احكي لي عن ديزاين بري ستريس كونكريت بريدج. السبانس اللي عندي 20 متر، عندي 2 لينز. بحكي لي صمم لي على الاشتو، عندي HS20. تمام. البيمز سنتر تو سنتر عندي اياها 2 متر. السلاب ثيكنس 180 مليمتر، والاسفلت لاير 75 مليمتر. معطيني اف برايم سي 48 ميجا باسكال، اف سي اف برايم سي اي معطيني اياها 0.75 من اف برايم سي، اللي هي لما تضربها يعني لما تضربها 75% بتعطيني 36 ميجا باسكال. اف بي التيمت معطيني اياها 1860، واللوسز 15%. وراسم لي هون سكشن انه 2 متر، لانه سنتر تو سنتر ما بين البيمات. طبقة الأسفلت 75 مليمتر، الثيكنس السلاب 180 مليمتر. تمام. هلا كيف نبلش؟ أول إشي بالبري ستريس كونكريت عندي مقاطع جاهزة غالبا بتكون، فعندي جدول يعني هلا مش معاي، بس يعني فيه جدول موجود في يعني أنواع من المقاطع، كل مقطع له خصائص. هلا كيف بدي على أي أساس بدي أختار المقاطع؟ موجود عندي بخانة اللي هي السبان لينك، فحسب اللينكث تبعك يعني على حسب الاسبان اللي عندك بتنقي التايب تبعك. مثلا هون عندي اللينكث 20، يعني ضمن الجدول بحكي يعني الحد تبعي اظن يعني انه بشمل 20 التايب 2، فمنجرب بتايب 2، اذا ما زبط بننتقل لتايب 3، ما زبط ل4 وهكذا. بس يعني هو في خانة للسبان لينكث بتنقي على بناء عليها على حسب اللي عندك التايب اللي بدك تستخدمه. مثلا لو استعملت تايب 2 عندي الخصائص تبعته، ال اتش 900 مليمتر، الاريا له 230625 مليمتر مربع، اس 2 395.75 مليمتر، المومنت اوف انيرشيا 19.91 × 10^9 ملم قوة 4، دبليو ديد 5.6 كيلو نيوتن لكل متر. هلا اول اشي بدي اوجده اللي هو المومنت ديد. كيف بدي اوجده؟ دبليو ال تربيع على 8 بابسط الاساليب، 5.6 من الجدول دبليو ديد ضرب ال تربيع اللي هي 20 تربيع على 8 تعطيني 280 كيلو نيوتن دوت متر. بالنسبة للسوبر امبوزد ديد لود بدي اوجد المومنت تبعه اكيد. طب كيف بدي اوجد دبليو له؟ عندي سماكة السلابة 180 مليمتر مربع اللي هي 0.18 لما تحولها لمتر، ضرب السكشن تبعي لأنه سنتر تو سنتر 2 متر، فضرب 2 متر ضرب جاما الكونكريت اللي هي 24. برضو في فوقيها طبقة أسفلت 75 مليمتر، 75 بالألف بدك تحولها لمتر، ضرب 2 لأنه السكشن تبعي، ضرب جاما للأسفلت اللي هي 22 تعطيني 11.9 كيلو نيوتن لكل متر. برضو المومنت للسوبر امبوزد لود كيف بتلاقيه؟ دبليو في ال تربيع على 8 بتعطيني 595 كيلو نيوتن دوت متر. بالنسبة للمومنت لايف، المومنت لايف احنا حكينا دائما يا بنوجده من التراك لودينج او من اللين لودينج. طالما هون السبان عندي 20 اقل من 44 متر، او اظن الحد 40 او 44 مش عارف، فإذا اللي بيعمل لي كنترول تراك لودينج. بس انتبهوا لأنه بالامتحان أحيانا بتكون مثلا طول السبان 20 ويحكي لك حل لي على اللين لودينج، مع إنه التراك لودينج هو اللي بيعمل كنترول، بس هو بده يجبرك تحل على اللين لودينج. تمام. بترسم السبان تبعتك اللي طولها 20 متر، بتصفط العجل من نصها بتبعد لي 0.71، بتحط أول عجل 72 كيلو نيوتن لأنه HS20 في حال غيرها بتحولها، برضه عجل تاني 72 وعجل أصغر 22.5، بعيدين العجال عن بعض 4.26. بتطلع الرياكشن وبتطلع المومنت لايف، بيطلع معاك 622 كيلو نيوتن دوت متر. بدي الويل لود ديستريبيوشن فاكتور بما انه انا شغال على التراك لودينج، 1 زائد الاس اللي هي 2 ناقص 1.8 على 2 اللي هي الاس بتساوي لي 1.1. بالنسبة للإمباكت فاكتور بيطلع معاي 0.26 على حسب المعادلة اللي أخذناها من قبل. بيطلع عندي المومنت لايف اللي هو القيمة اللي طلعت معاي 622 ضرب الويل لود ديستريبيوشن فاكتور اللي 1.1 ضرب
الامباكت فاكتور اللي هو 1 زائد الاي، الاي طلعت معاي 0.26، اذا 1.26 ضرب الفاي للين. هلا انا حاكي لي بانه عندي 2 لينز، اذا الفاي تبع اللينز 1 يعطيني 862 كيلو نيوتن نوت متر. هلا بدنا نشوف الالوبل ستريس اللي بدي اشيك عليهم. اف سي اي هي سالب 0.6 اف برايم سي اي، اف برايم سي اي معطى بالسؤال 36، بيطلع معي سالب 21.5 ميجا باسكال. طبعا شو يعني سالب؟ يعني بالكومبريشن. اف تي اي هي ربع جذر اف برايم تي اي، اللي هي ربع جذر 36 بتعطيني 1.5 ميجا باسكال. اف سي اس هدول بالانيشال ستيج، هدول بالسيرفيس ستيج. 0.45 في اف برايم سي، اف برايم سي معطى بالسؤال سالب 0.45 في 48 تعطيني سالب 31.6 ميجا باسكال. بالنسبة لل اف تي اس نص جذر اف برايم سي تعطيني اللي هي 3.46 ميجا باسكال. استيميت لوسز اند سكشن مودولس، الار حكينا هي 1 ناقص اللوسز، اللوسز معطيني اياها بالسؤال 15%، 1 ناقص 15% بيعطيني 85%. هاي بتفيدني بالسكشن مودولس تبعون الريكوايرد. هلا للفاريبل اكسنتريسيتي، على فرض بانه السؤال كان فاريبل اكسنتريسيتي، حاستعمل المعادلات اللي حكينا عنهم قبل شوي تبعون الفاريبل. في انتبهوا في معادلات، يعني معادلات للكونستانت ومعادلات للفاريبل. هلا طالما عندي فاريبل حاحل على الفاريبل. اس 1 ريكوايرد بحط المعادلة اللي هي 1 ناقص ال ار 0.85% حسبناها هسا. الامدد برضو قبل شوي حسبناها، ام سوبر امبوزد لود، والام لايف ضرب 10 قوة 6 لتحويل الوحدات على ال ار 0.85 ضرب اف تي اي حسبناها ناقص ناقص الناقص. ليش؟ لانه هون اف سي اي عندي بالسالب، سالب 21.6 ميجا باسكال، سالب مع السالب بتروح، بصفي عندي الجواب 65.53 ضرب 10 قوة 6 مليمتر تكعيب. S2 required 1 ناقص ال R في امدد ام سوبر امبوزد لود ام لايف ضرب 10 قوة 6 برضو للوحدات. F على FTS اللي 3.46 حسبناها ناقص ال R ضرب سالب 21.6 اللي هي اف سي اي. تمام، شو بيعطيني الجواب؟ مش عارف شو بيعطيني الجواب، مش اشكال لانه اصلا السكشن هيفشل معي هسه. اس 1 كيف؟ هلا هدول required للسكشن، يعني انا حسبت الديد واللايف والسوبر امبوزد، يعني هدول جايات على السكشن، هل السكشن حيتحملها ولا لا؟ فمن خصائص السكشن باخذ المومنت اوف انيرشيا يفترض موجوده بالجدول، والاس 1 مش موجوده هي بالجدول، موجوده عندي اس 2 بتكون. اس 1 هي عباره عن اتش اللي هو ارتفاع المقطع ناقص السي 2 موجوده بالجدول تعطيني 504.28. فبقسم المومنت اوف انيرشيا على سي 1 تعطيني 39.5 ضرب 10 قوه 6 ملم مكعب. هاي لازم تكون أكبر من هاي، فإذا قارنا بيناتهم هتطلع أكيد معاي هاي أكبر. إذا الريكوايرد أنا محتاج إشي أكبر من هذا السكشن، هذا السكشن ما راح يتحمل هذا المقدار. نوت أوكي، إذا مضطر أغير السكشن، ناخد سكشن اللي بعده اللي هو تايب 3. إذا أخذنا تايب 3 حيختلف معاي الأمدد، حتصفي لأنه الدبليو ديد أكيد حتختلف تبعته، يعني موجودة بالجدول اللي هي 8.502 ضرب ال اللي هي 20 طول السبان تربيع على 8، دبليو ال تربيع على 8 تعطيني 425 كيلو نيوتن دوت متر. ام سوبر امبوزد لود ما راح يختلف عندي، واللايف برضو كمان ما راح يختلف عندي لانه اللايف هو اللي جاي عليه. اس 1 ريكواير نفس المعادلة اللي هسه حسبناها، نفس هاي المعادلة بنعوض فيها الأرقام، حيختلف معاي الأمدد وبس بطلع معاي هذا الرقم. والأس 2 برضو نفس هاي المعادلة، المعادلة الثانية هاي المعادلة
بنعوض فيها الأرقام بيطلع معاي 69.69 ضرب 10^6 مليمتر مكعب. هلأ هذا required، هل هذا السكشن اللي أنا اخترته بيحقق معاي هاي القيمة؟ S1 يعني خلينا نبلش بالتوب، المومنت اوف انيرشيا للسكشن تايب 3 على S1 اللي هي H ناقص C2 زي ما حكينا هون، بتطلع معي 79.22 ضرب 10^6. هل هي أكبر من الريكوايرد ولا لا؟ أكيد أكبر، لأنه هون 66، إذا أشطبنا هاي مع هاي 79 أكبر من 66، إذا هون تمام الأمور. طبعا إذا واحدة فشلت خلص ما منشيك على الثانية، مشان هيك هناك ما حسبتش الأس 2 لأنه فشلت أس 1 فخلص. هون هاي مشيت أس 1، هلا منروح منشيك على أس 2 لأنه أكيد المقطع لازم ينجح عندي بالتوب وبالبوتوم. بالنسبة لل S2 المومنت اوف انيرشيا نفسها على C2 موجودة من الجدول بتطلع معاي 96.65 ضرب 10^6، لازم تكون أكبر من S2 required اللي هي 69.69 ضرب 10^6. طالما طلعت أكبر إذا خلاص أوكي. بنشوف هلا بعد ما يعني إنه أخذت سكشن يعني منيح شيك معاي السكشن موديولس عليه، نوجد الـ PI. الـ PI هي FCCI عليها قيمة مطلقة ضرب الـ Area of Concrete للسكشن. FCCI شو قانونها؟ FTI يفترض حسبناها ناقص الـ C1 اللي هي H ناقص الـ C2 على الـ H في FTI ناقص FCI، هدول كمان برضو حسبناهم. بنعوض الأرقام، طبعا هاي تعوض في الإشارة جدا مهمة، لأنه إذا غيرت الإشارة طيرت الـ FCCI. بطلع معاي سالب 11.19 ميجا باسكال. تمام، هلا هذا الرقم بنحطه هون، والـ Area of Concrete بتكون موجودة معاي بالجدول للسكشن اللي اخترته، فبطلع معاي يعني بس تعوض هون وتطير السالب لأنه عندي قيمة مطلقة وتضربها في الـ Area of Concrete بتطلع معاك 3917 كيلو نيوتن. هاي الـ PI. بالنسبة للـ APS يعني غالبا هي المطلوبة بالسؤال. APS هي عبارة عن الـ PI على FPI، يعني هذا مش قانون جديد، هي الـ Stress شو بيساوي؟ Force على Area. PI هون الـ Area of Pre-Stressing Pre-Stressing Steel، بس غيرنا هاي بدل هاي طلعت عندي هذا الاشي. الـ FPI زي ما حكينا هي الأقل من الـ 0.74 في FP Ultimate، تطلع معاي 1376.4 ميجا باسكال أو 0.82 FP Yield. بحسب التنتين هون مثلا طلعت معاي 1296.4 ميجا باسكال، فباخذ الأقل منهم اللي هي هاي بعتبرها الكنترول تبعي. الـ APS هلا بدي انا اطلع الـ PI، او الـ PI طلعناها قبل شوي من هون، الـ PI حسبناها، هلا ضل عندي والـ FPI حسبناها، خلص ضل عندي الـ APS اللي هي مساحة الـ Pre-Stressing Steel. الـ PI ناخدها ضرب 10^3 مشان نحولها للنيوتن، والـ FPI بنخليها زي ما هي بالميجا باسكال مشان الوحدات تتناسق، تطلع معاي 3021.4 مليمتر مربع. على فرض استعمل نص انش ستراند 7 وايرز، الاريا للستراند الواحد انا بعرف انها 99 مليمتر مربع، ف number of strands اللي هو الاريا of pre-stressing steel على 99 تعطيني 30 بوينت. ابصر قديش، اكيد ما نخليها زي ما هي، نخليهم 31 ستراند. نشوف الـ Eccentricity هلا. قانون الـ Eccentricity FTI حسبناها 1.5 قبل شوي، ناقص FCCI برضو حسبناها من هون سالب 11.19، أكيد مع الإشارة منعوضها. الـ S1 حسبناها، والـ PI برضو موجودة معي عوضناها حتى هون. MDED عندي برضو والـ PI عندي، بتصفي عندك تعويض أرقام، تطلع معاي الإكسنتريسيتي 365 مليمتر،
لازم تكون أكيد أقل من إيماكس. إيماكس حكينا قيمتها C2 ناقص 100، C2 موجودة معي بالجدول، بطرح منها 100 بتطلع معي 406.65 0.75. أكيد هاي أقل من هاي، إذا الأمور تمام. بضل عندي تشيك للستريسز بالانيشال ستيج ات ميد سبان، يعني مو بحكي لك مثلا شيك لي على الانيشال ستيج ات سبورت مثلا او ات ميد سبان، او يعني على حسب شو هو طالب. ف F1 اللي هي اف توب ماينس بي اي على اريا اوف كونكريت، البي اي موجوده معي هون عوضناها كثير، الاريا اوف كونكريت برضو معي موجودة معاي من التابل، واحد ناقص الإكسنتريسيتي موجودة معي شيكنا عليها قبل شوي إنها أقل من الماكسيموم، وسي ون موجودة معي هي اللي هي الأتش ناقص سي تو حسبناها كثير، على آر تربيع برضو حسبناها قبل شوي، ناقص الأمدد أو حتى هاي ما في داعي نحسبها أظن موجودة بالجدول، ولو مش موجودة بعرف أحسبها يعني هي سهلة، ناقص الأمدد حسبناها والأسون برضو حسبناه، بيطلع معاي اف توب 1.49. هل هاي يعني كيف شو الحد تبعي اللي هو اف تي اي اللي ساعة قاعد بحسب عليه اللي هو 1.5 ميجا باسكال طلع معانا، وين هون حسبنا كل هدول مشان اشيك معهم. بالانيشال ستيج بستعمل الانيشال، بالسيرفس بستعمل السيرفس، هون عندي 1.5 اذا خلص الامور تمام، يعني هي على الحد خلص تمام لانه او يساوي يعني. F2 اللي هي F bottom ناقص ال PI عندي اياها، وال area of concrete موجودة، وال eccentricity وال C2 من التابلز، وال R موجودة، mdot وهون ال S2 برضو موجودة، هون mnot المقصود فيها mdot يعني احنا بالانيشال ما حملنا الاسبان live load ولا superimposed dead load. بطلع معاي سالب 21.5، بشيكها مع ال FCI بتطلع معاي ال FCI اللي هي 21.6 طالما انها اقل، هون طبعا السالب، السالب المقصود فيها compression بس، ما يعني بدك تقارن اعمل قيمة مطلقة، يعني لا تحكي لي انه هاي اكبر من هاي، لا خذ قيمة مطلقة وقارنها، يعني هاي اكثر compression من هاي. خلاص طالما انها اقل اذا اوكي ما بنغير، او طالما انها اوكي خلاص، بس اذا ما طلعت اوكي مضطر نغير، يعني هي ابسط حل انه نغير الاكسنتريسيتي بدل ما نعيد الحسبة هاي الطبقة كلها، بس بنغير الاكسنتريسيتي ومنشيك مرة تانية، اذا ما شيكت معناته بدك تعيد الحل وتغير اشياء كثير. مثلا حكالي تشيك initial stresses at support، F1 اللي هي F top minus PI على ال area of concrete، هون ال eccentricity بتصفر معاي at support، بكون ما عندي eccentricity بس عندي support، فبتصفر هاي، بتصفي عندك المعادلة هي بس minus PI على ال area of concrete، فال PI موجودة عندي وال area of concrete موجودة عندي من التابل، بتطلع معاي سالب 11.19 اللي هي بدك تشيكها مع ال FCI اللي هي ماينس 21.6، حكينا بناخد قيمة مطلقة ومنقارنهم طالما انها اقل اذا الامور تمام. بالنسبة للسيرفيس ستيج ات ميد سبان، F1 ماينس PE بي افكتيف، خلص هون بلشنا، بلش اللايف لود والسوبر امبوزد لود يشتغل مع الديد لود، على الاريا اوف كونكريت واحد ناقص الاكسنتريسيتي في السي 1 على ار تربيع ناقص ام توتال بطلت امدد لحالها على S1. ال PE شو هي؟ هي ال R ضرب ال PI، هي ال PI بس يعني شلنا منها ال losses، دائما بال pre stress زي ما بنعرف بمادة ال pre انه بصير في عندي losses، فمنشيل منها ال losses بتصفي هي ال P effective. اذا ال R زي ما بعرفها اظن حسبناها اللي هي 1 ناقص 15% 85% ضرب الـ PI 3917 تعطيني 3330 كيلو نيوتن. بالنسبة لـ M total هي عبارة عن M design عفوا M dead و M superposed dead load و M live تعطيني 1877 كيلو نيوتن دوت متر. تمام.
بدنا نشيك ال F1 نفس التطبيق نفس هاد وينه نفس هون، بس هاي بتصفي بنعوضها 3330 ضرب 10 قوة 3 يعني بدل بي اي، وهاي ام توتال بتصفي بدل ام نوت، بتعوضها ام توتال اللي اوجدناها هون، بتطلع معاي اف توب 17.9 ميجا باسكال بالسالب. شو يعني سالب؟ يعني كومبريشن، بقارنها مع الكومبريشن تبع السيرفس. هلا هون صرنا بالسيرفس لانه بالسيرفس ستيج، بطلنا بالانيشال، لو كنا بالانيشال هاي بتكون اي اللي هي سالب 21.6 ميجا باسكال. ناخد قيمة مطلقة ونقارن، طالما انها اقل اذا اوكي. بالنسبة للبوتوم برضو بي افكتيف 3330 على الاريا اوف كونكريت، 1 ناقص الاكسنتريسيتي في السي 2 على ار تربيع، ام توتال اوجدناها على اس 2 معاي من قبل، بتطلع معاي سالب 2.66 ميجا باسكال. اقل، هل هي اقل من اف سي اس اللي هي سالب 21.6؟ اكيد اقل، اقل بكثير كمان. اذا اوكي. هلا برضو اذا حكالي اد سبورت بدي تشيك لي الاسترسز، بصفي عندي القانون بتشطب كل اشي، بس بنخلي هاي اللي هي ماينس بي على اريا اوف كونكريت. البي اي ولا بي اي؟ اكيد بي اي، لاني انا بالسيرفيس ستيج، لو بالانيشال حكالي بخليها اي. البي اي معاي 3330 اوجدناها لانه ضربنا البي اي في الار على الاريا اوف كونكريت، تعطيني سالب 9.51. هل هي اقل من الاف سي اس اللي سالب 21.6 ميجا باسكال؟ اكيد اقل، لانه دخلنا قيمة مطلقة بتطلع اقل بقيمة كويسة.